النادي الاهلي. احمد ايوب المدير الفني المؤقت للفريق الاول لكره القدم اعلن القائمه وجاءت كالتالي: شريف اكرامي، ايمن اشرف، هشام محمد، صابر رحيل، باسم علي، صلاح محسن، احمد ياسر ريان، محمد شريف، واحمد رمضان بيكهام، رمضان مصطفى، مصطفى عزت، اسلام محارب، عمرو السوليه، علي لطفي، ومحمود الجزار، اكرم توفيق، احمد حمدي، ومحمد فخري، وكريم يحيى، وعمرو السعداوي. دول قائمة النادي الأهلي، هكررها تاني على حضراتكم. شريف إكرامي، أيمن